حسب تصريح الوزير والمخرجات التي أدلى بها في المجلسين، أعتقد أننا في المنظمة كنا ضد السنة البيضاء، هذا من جهة. ثم كذلك ليس لنا أي اعتراض على مشروع البرنامج الحكومي بخصوص تواريخ الامتحانات المعلنة من طرف الوزارة. بالمناسبة نحيي كذلك كل من نساء ورجال التعليم على المجهود المبذول من طرفهم لإنجاح تجربة التعليم عن بعد. أعتقد على أنه من الأفضل القيام بتقييم هذه المرحلة التعليم عن بعد، والتي لا من حيث الكيف ولا من ناحيه النوع، بحيث اننا سجلنا مجموعه من النقائص التي تتلخص في ما يلي: هذا التعليم عن بعد ليس هو كالتعليم الحضوري من جهه، ثم كذلك كانت هناك عده نقائص، قلنا على انه كانت نقائص من حيث بلوغ أهداف تربوية، ثم كذلك من حيث التحصيل بالنسبة للتلميذ والتلاميذ، وكذلك مشاكل بالنسبة للعالم القروي. لم يكن هناك تكافؤ الفرص. العودة إلى القسم في مثل هذه الظروف هي مخاطرة، وتلتزم القيام بمجموعة من التدابير الاحترازية الصحية، منها التعقيم، قياس نسبة درجة الحرارة، تباعد، وتوفير الكمامات اللازمة. وهذا بالنسبة لهذه الفترة هو صعب الآن، وكون أن الأقسام تعرف اكتظاظا ملحوظا مما يستوجب على الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين اعتماد طريقة التفويج بأقل عدد ممكن من التلميذات والتلاميذ لا يتعدى 20 تلميذا بالقسم، تجنبا بطبيعة الحال لانتشار العدوى من أي مصاب دون أعراض. ثم كذلك توفير كل ما من شأنه حماية الأطقم العاملة بالمؤسسات التعليمية من أساتذة وأطر إدارية، ولتفادي الإصابة من هذا الوباء كورونا كوفيد 19، ثم توفير المستلزمات والوسائل الوقائية الضرورية التي سلف ذكرها، مع العمل على تعقيم جميع الأقسام قبل الولوج إليها. ثم كذلك يجب توعية الآباء والأمهات المرافقين لأبنائهم عند ولوجهم إلى المؤسسات باحترامهم للتعليمات الصحية. ثم تفكير الوزارة ماليا في معالجة جميع الملفات الاجتماعية التي لا زالت عالقة، من ضمنها الحصر ملف ضحايا النظامين الأساسيين مزاولين ومتقاعدين. ثم كذلك لا ننسى تذكير الوزارة بتخصيص تعويضات تحفيزية للأسرة التعليمية نساء ورجال التعليم، وشكراً.